السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن اليو سي اس بعد ما خلصنا الام دي اس وخلصنا النكسس. نتكلم عن اليو سي اس اللي هي اليونيفاي كومبيوتنج سيستم. درسنا اليوم كله هاردوير، هاردوير بمعنى بروسيسور ورام ونتورك انترفيسز ومن هالمجالات اللي راح نتكلم بيها بعد شوية. تابعوني على الصفحة الشخصية، تابعونا على الجروب الخاص موضوع الداتا سنتر، تابعونا على جروب أخونا عادل الحميدي. إن شاء الله نقدم لكم كل ما يعني توفر عندنا من معلومات. موضوعنا اليوم راح نتكلم عن البليد سيرفرز ونتكلم عن الشاسي، ندخل لهم واحدة واحدة ونشوف شنو اللي نحتاجه. نبدأ نظري أول شيء. أريد من الكل يسوي هذا الشيء، حتى لو تنقلها من الفيديو ما عندي مشكلة. أنت لازم تحفظ، مو مسألة تحفظ، مثل ما أنت تجمع كمبيوتر، تشتري قطع غيار، تشتري مادر بورد، تشتري بروسيسور، رام، هارد درايف، كارت شاشة، وبعدين تحط كل هذه قطع الغيار داخل كيس. طبعا تجيب لها باور سبلاي، وبعد ذلك انت تحط لها اوبريتنج سيستم سواء ويندوز لينكس حسب انت اللي تحب تشتغل عليه. فاحنا اليوم راح نتكلم مبدئيا عن اجهزة حتى لا يكون الدرس ممل شوية، اللي هي 6120 و 6140، اللي هم هذولي الكتاب 633 رقم الصفحة، 6120 و 6140. ومجرد ان انت تشوف واحد، هذا هو الفيرست جينيريشن. تشوف الموديل ب 6-2، هذا هو السكند جينيريشن. أكو عليه سؤال بالامتحان، هاي معلومة تفيدكم. بالنسبة لليو سي اس 6120 فايبر انتركونكت، تحته 20 فيكس بورت. يعني 20 فيكس بورت معناه 20 بورت، يعني 20 بورت ثابتات موجودين. تدعم لغاية 10 جيجا بيتو فايبر شانل اوفر ايثرنت الاف سي او اي. تحتوي على اكسبندد مودولز بورت لغاية 8 فايبر شانل، او عفوا هذه موجودة غلط، احنا هنا يدعم 160 سيرفر او 20 شاسي. راح نعرف شنو الشاسي بعد ذلك. عندنا اليو سي اس ال 6140 فايبر انتركونكت، 2 راك يونت، 40 فايبر، 40 فيكس بورت، يعني 40 بورت ثابتات، وعندك 2 اكسبنشن ماجول، راح نتعرف على ذولي، 320 سيرفر او 40 شاسي. نشوف الكتاب، هذا هي ما يسمى بالاكسبنشن ماجول. زوم لكم الصورة شوية. هذه البورتات اللي تكون 20 بورت ثابتة، وهذا هو الاكسبنشن ماجول. تجيب واحد من ذول الماجولات تسوي تدخل هنا، نسوي له انسرت، يصير عندك بورتات اضافية. هذا هو ما مقصود بالاكسبنشن ماجول. بعد ذلك عندنا السكند جنريشن. السكند جنريشن يحتوي على موديل 6248 ب 48 بورت، ب 32 هم فيكست مثل ما قلنا ثابتين، وعندك 16 اكسبنشن اكسبندد ماجول. عندنا الموديل الثاني اللي هو 6296، 96 بورت، 48 فيكست، 48 ماجول. الموديل انت شلون تعرفه؟ مجرد انه يقول لك 6120 هو بيه يعني 20 بورت، ال40 بيه 40 بورت، ال96 وهكذا. ال62 معناه هو second generation، الجيل الثاني. ومثل ما قلت نرجع للكتاب،
هذا اللي هو موجود فيرست جنريشن لل 6120 6140، هذه هي الماجولات عندك. هذه هنا بالنسبة لل 6248 يونيفايد بورت، وعندك 6296 يونيفايد بورت with اكسبنشن كارد، اللي هي الكارتات اللي تنضاف هنا مثل ما موجود امامك بالصورة. الشاسي، هواي اسئلة جتني بخصوص الشاسي وما معنى الشاسي، فهسه راح نجي نتكلم عن هذا الموضوع. الشاسي هو الهيكل تحت موديل 5108 بليد سيرفر. شلون تميز بين الراك ماونتد سيرفر وبين البليد سيرفر؟ البي سيريز هي بليد سيرفر، بالسي سيريز هي ماونتد راك، ماونتد راك سيرفر. بس نشوفها شوي شوي. هذا هو يحتوي على 6 راك يونت، هو الحجم مالته عفوا 6 راك يونت، كان هوست 8 هاف وث بي سيريز بليد سيرفر. بليد سيرفر البي سيريز بي بي يعني بليد سيرفر، او كان هوست 4 فول وث، يعني السيرفر فول وث. راح نشوف شنو الهاف وث والفول وث. 4 سنجل فيس باور سبلايز هوت سوابل، ونقدر نستخدم تكنولوجي الكومباين والجريد مثل ما شرحتها بالنكسس من طريقة توفير الباور. يحتوي على فايبر اكستندر اللي هو 2208 فايبر اكستندر، اثنين انبوت اوتبوت، عقلية دائما يكتبوها بهذا الاسلوب انبوت اوتبوت ماجول، هذا معنى اي او ام بس للتوضيح. ميجيك اي او ام يعني انبوت اوتبوت ماجول هوت سوابل، انه هذولي تقدر انت اثناء الصيانة انه تقدر تشيل وتغير بواحد ثاني. قبل لا نروح للتفاصيل، سؤال بالامتحان الشباب اللي ياخذوا الدورة هنا يعني انت مثل بالشغل، يجيك سؤال طبعا يعطيك اكثر من مدير غير المديرات هذه، يقول لك ال 61 مثل ما قلنا هو فيرست جنريشن 20 فيكس بورت. فالسؤال يقول لك من يا بورت ليا بورت انت تقدر تسوي كونفرجن، تقدر تحول من 1 جيجا الى 10 جيجا، فجوابك يكون من 1 الى 8، هو ممكن ينطيك من 20 الى 18، ينطيك اي رقم، جوابك هو 1 to 8. نفس الشيء بال 6240 جوابك يكون from 1 to 16، من 1 ل 16 اللي هو تقدر تسوي له كونفرت يدعم 1 جيجا او 10 جيجا. هذه اسئلة جارانتي تجي بالامتحان. كذلك تكلم على اثني بال سي بي تي ناجتس. تكلم عن البي 200 ام 3 هاف وث، يحتوي على 2 انتل اكزيون اي عائلة الاي سيريز ان 2600، يحتوي على 24 ديم سلوتس اللي 24 وحدة في 16 يساوي عندك هذا الناتج الميموري. انا سويته بهذا الاسلوب حتى انت تعرف ليش، يعني انت لو جبت الحاسبة وتحسب عندك 24 في 16 جيجا، يعني القطعة الواحدة 16 يساوي عندك 384 جيجا. أنا سويته بهذا الأسلوب حتى تعرف عدد الماجولات. هو ماكو هيك أسئلة بهالتفصيل بالامتحان بس حتى للخبرة العملية. يحتوي على flexible mezzanine expandable expander card for vic for يعني virtual interface card. الموديل ماله اسمه الفيك 1240 اللي هو ماجوال لان اون ماذر بورد، يعني هو بلت ان بالماذر بورد. واكو منه اللي هو اكسبندرز، يعني ممكن تركب وتغير من هالمواضيع هذه. عندك الموديل الثاني بالموديل الاخر بال 420 ب 420 ام 3، هذا فول ويث.
انتل اكسيون اي 5 4600 32 كور، يحتوي على 48 ديم سلوت، 48 سلوت الرام الواحد 32 جيجا بايت، يساوي عندك هذا الناتج. هم بالكتاب يعني اصلا كاتبيها 1.5 تيرا بايت. يحتوي على 3 مازنين كاردز، يدعم لغاية 160 جيجا بت بير سكند سرعة، مو رامات، جيجا بت بير سكند بالنسبة للباندوث. يحتوي على واحد فيك كارد اللي هو موديل 1240 مثل ما قلنا، اللي هو ماجول لان او ماذر بورد. يحتوي على 2 فيك كارد 1280، هذا also support، وبنفس الوقت انه هذا النوع من السيرفرات هو يدعم third party network adapter card. شوية نشوف الكتاب، بس بالكتاب مثل ما تكلمنا عندك هذا جدول يعطيك مقارنات، حتى الشرح مالتي فهمك هذا الجدول شنو معناه. 620 اكس بي هي موديلات يعني لها حروف وراها، وعندك ال 6248، عندك 6296، انت كل واحد هنا يشرح لك كم راك يونت، 1 راك يونت، هذا 2 راك يونت، تعرفهم حتى هذا بالتصميم يخدمك. نمبر اوف فيكس بورت يعني فيكس بورتات الثابتة 20 ب 40 32 48 مثل ما ذكرت. نمبر اوف، هذا السؤال بالامتحان اللي يجيك، نمبر اوف 1 جيج سلاش 10 جيج انترفيس ديبندينج اون اس اف بي، هذا المجهول الصغير قد تقريبا حجم الاصبع. جوابك 128 بالنسبة للمديال الثاني، هذا الحكي بالنسبة للفيرست جنريشن اللي هو 61 1 to 16. وهذا بقية الجدول تطلعون عليه، مثل ما قلت انطيتكم رقم الصفحة. بعد ذلك المواضيع، انت كل ما تقرب هذا المواضيع كل ما تطلع عليه اكثر، كل ما يكون عندك معلومات اكثر يعني عن اجهزة سيسكو بالنسبة لي. حاليا راح نشوف هذا هو ال 5108 بليد تشاسي. تشاسي هو هذا البيت، يعني انت مثل ما تسوي هيكل وتوزع بيه الغرف. السيرفرات اللي تجي عندك هاف وث يعني يكون طولها من هنا لهنا. هسه نشوف احنا بال 3 دي الهاف وث، لا نص ونص هنا، فهو ممكن يشيل 1 2 3 4 في 2 8، اكو سؤال عليه بالامتحان، او ممكن يشيل عندك 4، ممكن تخلي 2 فول وث وتخلي 4 هاف وث يعني نص الحجم. الصورة الثانية إلى هذا هو الشاسي، بعد ما هذا من الأمام، هذول اللي هم الهاف وث، هذا هاف وث سيرفر اللي هو 8 بير انكلوجر يعني يشيل 8 هنا عندك. هذا هو من الخلف، هذول الباور سبلايز، إذا بالنسبة للماجورات هذا اللي هو الفايبر اكستندر، تكلمنا احنا عن ال 2208، هذا هو يكون على الجنب. يعني انت راح تقولون يعني كررت الكلام، انا مو قصدي انه اكرر الكلام، انا قصدي انه اريد اوضح لك اشوفك هاي الامور وين تلقيها بالكتاب، انت حتى عينك تكون مرتاح ان تباوع من الكتاب بحد ذاته هو 1390 صفحة، بس هي الملخصات مالته هذه اللي اتوصل لكم المعلومة، وين تكون الفكرة وين تدور وين تقرأ. للموضوع البحث داخل موقع سيسكو شوي مزعج، لازم يكون عندك خبرة بيه هواية، فأحب أوضح لكم وين تكون بالكتاب. هذا جانب، الجانب الآخر نطلع على هنا، هذه تعامل مع الجهاز كأنه موجود قدامنا هسه. هذا هو الجهاز، تقدر تدخل على الموقع بس تكتب 500 سيريز 5000 5100، يطلع لك تقدر تشوفها بشكل 3 دي. هذا عندك 1 2 3 4، عندك هذول 2 فول ويث، هذول الهارد درايف، عندك من الخلف موجودين الباور سبلايز. هسه راح نيجي على هاي الامور واحده واحده نتعرف عليهم.
بنيجي على 6248 عفوا كان موجود اني شلته هذا هو هذا هو اللي سوى زوم هذا هو اللي هو 6248 يصير فوق الشاسي طبعا هنا تقدرون تقرون مواصفات اللي هو 1 راك يونت 1 تيرابايت اوف باندويث 48 يونيفايد بورت مثل ما ذكرت بالشرح بعد ذلك عندنا تقدر تشوف الاكسبنشن خلينا نشوف الوايرنج هذا سؤال اسئله واجدتي على هذا الموضوع انه انت الوايرنج شو راح يصير عندك راح يصير عندك بهذا الشكل قرر وبعد هذا هو الكارت اللي من شوي قلت عليه على جنب فهذا اسلوب الوايرنج اللي راح يكون عندك ايضا نيجي على 6120 اكس بي هذا هو بعد ذلك نشوف شفنا الوايرنج شفنا شوف الاكسبنشن ماجول مالته هذا هي اكسبنشن ماجول هذا انت حتى تزيد عدد البورتات عندك او حسب حاجتك انت من التصميم تصير انسرت ندخل على قبل لا نشوف هذا حتى لا تنصدمون نشوف ال B200 M2 هذا بالنسبة لل M2 أو ال M3 هي موديلات واحد بعد الثاني هذا هو راح يكون ال half width هذا نص وهذا نص يصير عندك full width هذا هو النص هذه الرامات البروسيسورات هذا الانتل اكزيون بالنسبة لهذا الموديل هذا عندنا مجرد بس تخلي هذا بالنسبة للأدابترات نشوف بعد ذلك ال 230 هم هذا واحد من الموديلات أيضا موجود نشوفه هسه هي يعني مركبين لك الموضوع على شكل 3D فيعني جميل جدا انه نشوف شلون التركيب هذا هو مالته ايضا هو هاف وث وعلى طول الغطاء شالوا تشوف هنا المواصفات فانت ممكن تقرا كل هذه المواضيع بمجرد انه تسوي بس خلي الماوس فوق هذا اللي هو الكارت ال 1280 الفيك كارت دائما يكون خلف الجهاز يساعد لل يساعد بالفيرتشواليزيشنز نشوف بعد ذلك نشوف الـ M250 هذول كلهم السيرفرات لحد الآن هذول الهافوث هذا هو الـ 250 هذا فول وث هذه هي الرامات لأن البروسيسورات موجودة عندك هذه هي الكارتات مثل ما ذكرنا بعد ذلك خلينا نشوف ال 230 نشوف الكارت خلينا نشوف أولا ال 440 أيضا هذا موديل من الموديلات اللي موجودة هذا ايضا هو فول وث سيرفر على البروسيسورات وهذه هي الرامات هذا يحتوي على رامات عدد اكثر يحتوي على 2500 اسف 256 جيجا بت او دي دي ار 3 رام وهذا هو عندك هذا يشتغل على 7500 سيريز تحتوي على 8 كور
مجهز للفيرتشوالايزيشنز. هذا هو واحد أيضا من الكارتات اللي موجودة تكلمنا عنها، تدعم لغاية 20 جيجا بت سبيد. نشوف الكارت هذا اللي العفو الفايبر اكستندر اللي موجود، صراحة هو يكون بالخلف. هذا هو، هذا يفيدنا بموضوع الريدانتن. ينطي 80 جيجا بت ايثرنت كونكشنز بين البلايت سيرفر والفايبر انتركونكت. هذا اللي هو يونيفاي كومبيوتينج 22.08 سيريز، هذا فايبر اكستندر. هذا دائما يكون على الجوانب، مثل ما ذكرنا يكون على جوانب ال آسف أريد أشير لكم الماوس، أو حاولوا أنتوا تقرأوا هذا اللي هو موجود، اللي هو يقول لك IO module، يعني إنه هو inserted، تقدر إنه تخليه بالسيرفر وتشيله وتغير بيه من غير ما تطفي السيرفر. نشوف الهارد درايفز. الهارد درايفز تكون تحت بال بس يرجع. هذه الهارد درايف، هذا الهارد درايف اعتقد من نوع الساتا 2. شفنا هذا هو الهارد درايف، تقريبا 4 هارد درايف بالامام. خلينا نشوف الكارت 1280 الفيك كارت. راح يكون داخل السيرفر هو، بس حتى يتوضح بالصورة بزوم أكثر نشوفه. هذا هو الكارت 1280 هاي برفورمانس كونفرجن، هذا اللي هو يدعم ال virtualizations، واحد من أهم الكارتات. هن بي موديلين بي 1280 وبي 1240. نشوف الـ UCS Scalability، راح تتفاجئون شو راح يصير الموضوع. بهذا الشكل لاحظت، شوف كم شاسي عندك، و يعني ممكن تحدون الشاسي وهذا اسلوب. فهذول الفايبر اكستندر هي هذا الاسلوب مالهم، مال ترتيب الوايرنج مالته، يكون عندك ترتيب نظامي وهذول اللي ما يكونون بالنص. هذا هنا ممكن تزومون عليه وتشوف، فهو هذا كيفية انه ترتيبهم بالداتا سنتر. طبعا هذا كل رو نوعا ما تقدر تقول يكون عليه داتا سنتر، اما بالنسبة للشركات الكبرى لا، يكون هذا هو كل يعني واحد داتا سنتر. بعد ذلك تطلع عندك هنا تيجي عندك ال MDS، وتيجي عندك ال عندك 2000 سيريز، بعدين 5000 سيريز بالنسبة لل parents، وعندك 7000 سيريز لغاية ما يكون عندك الديزاين. فهذا يعني استعينوا بي يفيدكم حتى تطلعون على الجهاز، على قطع الغيار، تشوفون اشكالها. او مثل ما فهمتكم انه باسئلة الامتحان. بالنسبة للكتاب اعتقد اكو شيء هنا أنا احب اشاركه وياكم ايضا. بعد هذا الجداول، هذه الموديلات، هذا هو ال 440 M2، وهذا ال 230 اللي هو ال half width. عندك ال B200، عندك هذا موديل ايضا ثاني نشوف. بالنسبة للأدابترات
قسم الادابترات ممكن اكو منها سيسكو، اكو منها انتل، اكو منها يعني شركات ثانية هنا أنا موجودة. اكو قسم من عندها هي اصلا ما تدعم الفيرتشوالايزيشنز، يعني عندي هنا أنا خليتها بالملاحظات اكو منهم قسم اللي هي ما تدعم الفيرتشوالايزيشن عفوا. اكو يعني بارت نمبر، هذا رقم نمبر اذا تحبون تسجلوه يمكم، اللي هو M51KRB، هذا اللي هو M51KRB خفيف، هذا هو اللي ما يدعم الفيرتشواليزيشن. هذا يعني ما اعرف تابع لي الشركة بس هو دائما ببالي. هذا هنا يقول لك اذا تحب تتفرج من الكتاب، هذا بالنسبة اللي هو اللان اون ماذر بورد، هذا المزني سلوت، هذا كل الأمور إذا تريد تعرفها من الكتاب. كانت أكو صورة كنت أحب أشاركها وياكم. ها بالنسبة للسيري هذا للسي سيريز أتكلم عليها يعني بالحلقة الجاية إن شاء الله، نتكلم عن السي سيريز ونكون احنا يعني فضينا موضوع اليو سي اس، يعني معظم الهاردوير. فاللي عنده سؤال اللي عنده شيء، انا بصراحة احب انه تكتبون، تاخذون ملاحظات تكتبوها على ورقة حتى يصير عندك خبرة من المجال. هواي اسئلة يقول لحد الان ما بدينا بالكونفجريشن وهذه، فماكو ذيك المواضيع الكثيرة بالكونفجريشن، بس هو بعد ذلك راح ندخل على اليو سي اس مانجر بعد ما نشرح التكنولوجي اول. بالعاده يعني البي سيريز بالنسبه لليو سي اس راح يبقى اخر سلسله، بس انا اتخلص موضوع الهاردوير اللي قدام حتى لما ندخل نربط ونسوي كونفجريشن انتوا عندكم فكره عن الاجهزه. هذا كل اللي حبيت اوضحه وياكم اليوم، اللي عنده سؤال خلي راسلني يكتب لي، حاضر للاجابه وياكم. السلام عليكم.